سلام البنات، مرحبا بكم في جوهرة الغرب سينمسان. نعمل معكم اليوم لي تاكوس ومع الخبز العربي، هذاك الخبز السوري الخاص بالشاورما ولا التاكوس. شكرا على اللايك. اذا كنت اول مرة تدخلي القناة فعلي الجرس واشتركي في القناة ليصلك كل جديد. تفضلوا معايا وشوفوا الوصفة الأخير. شكرا. في لاباط تاع لي تاكوس ولا الخبز العربي نحتاجو 500 غرام فارينة، وعملت لها معلقة كبيرة خميرة الخبز، وزدت لها معلقة صغيرة سكر، عملت لها شوية الماء باش تتفاعل. وهنا في الجنب راني حاطة معلقة كبيرة تاع الحليب بودرة. نخلي شوية خميرة الخبز تتفاعل ونزيد لها شوية زيت. نعملها هنا شغل كوتي، عاود شويه زيت، هزوج معالق كبار، معلقه صغيره ملح، توجور تانيك هنا شغل كوتي. نضم هاد العجينه بالماء، نلمها باليد، واللي عندها البيتخان بيان سور تستعمل البيتخان، حتى العجين باليد فيه بركة. هذا العجينة سهلة، وكي تبداو تعملوها ما تستغناوش عليها، تبداو شاك فوا تعملوها. نحن نفرح وليداتنا مرة على مرة. نلم هاد العجينة نعجنها شوية، نبدأ نزيد الماء غير بشوية، والماء عندي دافي، ما تكتروش الماء باش ما تجراش، جست نلموها. وهذاك الحليب اون بودغ هو اللي يعطي لهذا الخبز ديالنا الطراوه. هادو كامل محسنات للعجينه، الزيت والحليب. نعجنها، نلم هذا نعجنها حتى ترطب تولي ليس. ديجاجي بعدا يدي، ندلكها شويه. بعد ما عجنتها مليح تجي هكذا ان باتليس، نكورها نلوزها هكذا كويرات. وحده وعلى حساب كيفاش تحبهم، كبار ولا صغار.
فوالا هكذا نعمل لهم كويرات. بعد ما كورتهم كامل نغطيهم بحال الطرف يكون نقي ان توخشو. نمشي نوجد البلون دو بولي. عندي البلون دو بولي قصيتو قرايد، هذا باين حرشت عليه، تعمل عملت له سكنجبير والملح والتفاح ولا فلفل الكحل وحالي بيس مانا سبيسيال شاورما، ينباع عند العشاب. وهنا عندي هذا الفخوماج بلون ولا فخوماج فخي، نزيدو في هذا البلون بولي يعطيه طراوه. هذا الفخوماج طري، ولا اللي ما عندهاش هذا الفخوماج تعمل شويه حليب ولا لا كريم فريش. يرد هذا الشاورما طريه تبارك الله كيفاش خمروا. نفتح الكويره هكذا ونعمل في البلون طرافاي شويه فارينا باش ما تلصقش، ونبدا نحل هكذا بالغولو ولا الحلال جيساي تكون مدوره. معاونا صيب الفارينا ونحطهم شويه يريحوا فحال الطخشه. شو السمك تاعها كيفاش يكون، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف. نحطهم يريحوا حشويه. هنا سخنت طاجين ولا مقله ثقيله، ونبقى هكذا نطيب فيهم الطاجين راه فريمون سخون. هنا اللي معاونا نصيب هاد المقلة، تعدو حتى المقلة تاع لي كريب تواسيو فيه هاد الخبز السوري ولا خبز تاكوس. فوالا جو غاية. نغطيهم بحال الطخشون باش ما ييبسوش. فوالا حال المقلة عند فيها شوية الزيت، نقلي هداك الاسكالوب. هادو لي زيبيس تاع الشاورما فغيمون يعطيوها ان بون كو. راح يطيب. عندك تحرق يديك. نقليهم مليح مليح. هادو قطع الدجاج. شوفوا الخبز تبارك الله كيش يجي. راني وجدت لي فخيت، باش هكذا نمونطي الشاورما ديالي.
لي تاكوس. هنا نبدا نمونتي هذوك لي تاكوس. عملت الفرماج فوندو وانا استعملت هذاك الفرماج سبيسيال ساندويتش متواجد في الاسواق. نعمل هكذا في كامل باش ما يجيش ناشف. فوالا نعمل لا ليتو سلطة. شو ديري هان قصيت شوية بصل وطوماطيش. نحط هذيك لي فخيت البولي بيان سور. هنا تقدروا تعملوا المايونيز ولا هذيك لا صوص الجيريان. حنا ما نحبوش بزاف المايونيز. وهنا كي نجيو ماشي نطويو تقدروا تطويو كي لونفلوب كما البريه ولا ان غران سيجار. كاين دو فاصون. جساي نعملها هكذا. ادو نخليوها هكذا ولا تعملوها في لابانينوز. انا نفوتها في لابانينوز ونوري لكم الشكل النهائي كيفاش يجي. فوالا فوالا البنات لي تاكوس وجدوا معايا. جاو فريمون بنان بزاف وملاح للصيف وللدراري. ان شاء الله تجربوهم في بيوتكم. شهيتكم بالصحه البنات. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.